الخير. صباح النور. شكرا. وليش كل هالجفا يعني؟ أي جفا؟ شو أي جفا؟ معنك عم ترضي تطلعي بوجهي؟ لا ابدا، بس مشغوله شوي. جبتي لي اوراق مشان اروح لعند القاضي الشرعي؟ جبت. ماشي. ويا ساعه بدنا نروح؟ ما تعذب حالك، بروح لحالي. وليش بقى؟ ولا شيء، ما بدي اعذبك. حنين؟ شبك شو صاير؟ طلعي فيني لشوف شو صاير. جوزي. زوجي. صباح الخير. أهلين، صباح النور. إذا بتريدوا بدي وقع المعاملة. أخي روح وارجع بعد نص ساعة. ليش بعد نص ساعة؟ نحن هلا بدون الرسمي. أعطيني إياها. تفضل. أعطيني هويتك لو سمحت. لك يسعد لي هالصباح يا ام احمد، تعي. الله يسلم هاليدين. الله يسلمك. ام احمد، انت ليش انت عند حنين امبارحه؟ لك امبارح فت على المطبخ بدي اشرب مي، سمعتها عم تصرخ، فتحت الباب عليها لقيتها كأنا جايها كابوس البنت، ترجتني قالت لي لماما نامي عندي، نمت عندها. يا الهي هالبنت شو حظها مع الدار؟ نصيب. مثل ما تايل بهالبلد. آخ آخ آخ، شو عملت هالحرب فينا؟ أي والله. إبراهيم شبك على شوي حتقلعوا للزلمة. أنا ما تحملني عادي، طبعاً بدي أقلعه. شو؟ امبارح حلمت فيه خانقني ويعيط علي ويقول لي خاينه. لك عشوي كان حيموتني. حنين، انت هذا الشيء اللي عم تعيشيه هو يعني نتيجه صراع بلا وعيك. صراع عم يجيكي بالمنام ويخليكي تكبسي فيه. اي صراع؟ الصراع بين الحلال والحرام، الصراع بين الايه واللا، الصراع بين الصح والغلط. حنين، يعني مو معقول منام يخلي هيك ردة فعلك سلبية تجاهي. أنا بدك تعرفي إنه أنا بحبك وبدي إياكي، وهي الفكرة لازم تحبيها وتآمني فيها مشان تصير قريبة منك وتقدري تتقبليني. أي ساعة بدك تروح لعند القاضي؟ هلا باخذ إجازة ساعة ومنروح. وأنا جاهز. عيونه وقلبه وروحه وعمره وحياته لابراهيم. شكرا انك استوعبتني. لا انا ما عم بستوعبك، انا عم وحد روحي مع روحك، مع انه اصعب من توحيد الدول العربيه. تحكي تحكي، انت احلى بكثير وانت عم تضحكي، قديش صار لك ما ضحكتي؟ تصدق مالي متذكره؟ ان شاء الله كل ايامك ضحك وفرح. استاذ ابراهيم، احلى فنجان وصل. يسلموا. الله يسلمك، اهلا وسهلا. تفضلي مدام حنين. يسلموا. الله يسلمك. انت شو عرفك من القهوه؟ ولو يا استاذ، من غير ما تطلب انا بعرف مواعيدك. الله يكرمك. واي خدمه؟ ثلاثه ثلاثه ثلاثه، وكمان ثلاثه بكون عندك. ايه على راسي. اسمع لا لا. تفضل. بعد شوي، جيب لنا ثلاثه بواحد. تكرم استاذ، عد لثلاثه بس. الكوابيس اللي عم تشوفيها هي انعكاس الحياة الصعبة اللي عايشتيها، لهيك عم تتعذبي، لازم تطلعي منها. بابا كيف بدي اطلع منها؟ كيف بدي اطلع وانا الهم والحزن محاصريني من كل الجهات؟ يا بابا صعاب الحياة ما بتنتهي، لازم تعيشي الفرح. الفرح بيكسر الحزن. ماما
إذا بتشغلي حالك بتفاصيل الحياة بالقعدة معنا بتسلي، بتغيري شكل، بتسمعي خبر من هون، قصة من هون، أحسن محابسة حالك بين أربع حيطان، دوبك تشوفي لي الصور القديمة ولا تسمعي غنية حزينة، شو بدك بهالقصة لك أمي؟ أمك معها حق أختي، أنت لازم تطلعي مع رفقاتك أو تزوري الجيران. طيب مانك مشتاقة لحكايات أم محمد؟ مو جاي على بالك تبصر لك سوزان؟ طيب يا أختي خدي رفقاتك روحي على شيك كافيتيريا أرجلي. بطلت الأرجلي أساسا وسيم الله يرحمه منعني عنا من لما كنت حامل. يلا يلا. مرحبا اختي. اهلين. هون بيت زويا سلمان؟ اي نعم. طيب هو موجود؟ لا والله هو بالشغل. طيب في حدا بينوب عنه؟ انا امه. قلي خير، مين حضرتك؟ انا محضر من المحكمه. شو خير؟ شو في؟ في اخطار من قاضي الشرعي بتسليم المحضون وسيم لوالدته حنين خلال 5 ايام. شو عم تحكي انت؟ هذا اللي عم تحكي عنه هو ابن ابني الشهيد، هذا انا مربيته، انا قاعد عندي، هو انا الي هاد، بس الحدا ياض. شو عم تحكي انت؟ يا اختي انا الحكي ما بعرفه، وقعي لي على الاخطار ولازم تسلموا الطفل خلال 5 ايام. شرفي وقعي لي هون. يلا يعطيك العافية. على نصيبي ولي على أمتي. شكله وصلوا الإخطار. مين؟ هذا السيد زهير. ردي ردي. ألو. مرحبا ست حنين. أهلين. وصلت معك للقاضي الشرعي وتبعتينا أخطار على البيت؟ والله طلبت ابني بالحسنى ما رضيته، فما قدامي غير هذا الحل، وشكلها هي اللغة اللي بتفهموا فيها. عم تتحدينا؟ هيك شي. شو رأيك إذا بتطقي وبتموتي الولد ما رح نرجع لك يا؟ وشو رأيك إذا أنت بتطق وبتموت بدي أخذ ابني غصب عنكم؟ ولعلمك القانون معي. تكرم عينك. نتواجه يا ست حنين يا مرت أخي. نتواجه. كتر خير الله انك متذكر اني مرت اخوك. ليش انت اساسا احترمته لاخوك ولا احترمتني؟ ماشي نتحاسب. تكرم عينك. شوفي ما بعرف، معصب وجانن على الاخر. شكلهم ما توقعوا اني الجا للقاضي. لا تخافي لا تخافي، ما بيسترجوا ولا بيقدروا ما يعطوك الوسيم. خايفة كتير براي. خايفة حنين. طول ما أنا جنبك لا تخافي ولا تزعلي ولا تبكي. شو فينا على الباب؟ خير خير. وين الست حنين؟ شو لسه بقول لنا؟ أهلا وسهلا يا ما بدي اتفضل، كلمتين ورد غطاهن. خير خير يا زهير. بتخبر الست حنين انه وسيم ما رح تاخده من حضن ستو لو بترفع مليون دعوة، مشان هيك بتخليها تسقط الدعوة احسن ما يصير شي ما يعجبك. عن اي دعوة عم تحكي انت؟ اهلين سيد زهير. شوفي حنين احكي. بابا انا لهلا محترمتهم لانهم هن اهل ابني والمرحوم جوزي، رغم انكم ما خليتوا للحب والتفاهم مطرح. اذا بتريد تفضل انقلع من بيت اهلي مثل ما قلعتوني من بيتكم، والدعوه ما رح اسقطها، وابني بده يرجع لحضني مو لحضن سته، لانه انا ماني مضطره اتحمل عقدكم النفسيه واتحمل ناس لا فهمت ولا قدرت ولا حست انه حرقه قلبي ما بتقل ابدا عن حرقه قلبكم. هذا اخر كلام عندك؟ اي نعم اخر كلاماتي. اذا بتحب تقعد باحترامك تفضل لنشربك قهوه، ما بتحب الله معك.